قبل فترة يعني كنا بالمسرح دا نعرض مسرحية، فصار في جلطة أنا اسم الله، أنا الحمد لله قام بسلامة، فكان قاعد فجأة وقع وودوه المستشفى، فرحنا زرناه ثاني ورا 3 أيام هيجي تقريبا ما ياكل، فجايبين دجاجة صار لها يعني تقريبا من الساعة 10 لحد الساعة 4 العصر. قلت له ماجد انت ليش ما تاكل؟ كان يقول اخطي الرجل ما كان يقدر يحكي، جبتها قشره برتقال وتفاح الدجاجه بصفي. زين. الدجاجه يابسه يعني تبقى يابسه يعني، قلت له لا تاكلها. واجي واوكله واجي واوكله واجي وخبط التفاح ويا خبط البرتقال ويا، فدخلوا علي كان يقول ها ماجد صار لنا 3 أيام نتوسل بك حتى تاكل. جبتي سولاف يلا اكلت، فصارت علي لازمه بعد. لازمه. زين. عندش مواقف ويا يعني عندش مواقف ويا يعني اخوك هوايه مو؟